وفي جنازة الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله يقول أحدهم: كنت ممسكاً بيد الشيخ صالح الفوزان، وكنت أمشي معه بجوار جامع الراجح، فسمعته يقول: والله إن الشيخ صالح، إن الشيخ صالح لعلى ثغر من ثغور الإسلام، وإنه لجبل نحتمي به. قال: فلما دخل الشيخ صالح الفوزان المسجد تماسك، فلما رأى الجنازة انفجر باكياً رحمه الله تعالى. ويقول الإمام ربيع المدخلي حفظه الله عز وجل: إذا مات الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان أظلمت الدنيا. ثم بكى وقال: والله إني لأتمنى أن أموت قبلهما.